السلام عليكم. اهتزت الساحة الرياضية من جديد في الساعات الأخيرة على وقع خبر صادم وفاجأ لما راح ضحية ثلاث لاعبين جزائريين. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. توفي لاعب فريق اتحاد الحراش رفقة لاعبين آخرين من فريق اتحاد الزواوي، وحسب المعلومات المتوفرة والمتداولة بين الثلاثي بلال السنوسي وهو لاعب اتحاد الحراش والأخوين اللاعبين إذير وأنس جناحي توفوا في حادث سير أليم وقع في طريق سريع ببلدية الخريصية تجاه بئر توتة بعد انقلاب السيارة والتي كان على متنها الثلاثي أثناء عودتهم للمنزل بعدما كانوا في البحر، فيما أصيب شخصين آخرين كان معهما بإصابات خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناتها وألهم ذويهم الصبر والسلوان.